قاطعتكم؟ خير، وش تبين؟ ريان ابي اكلمك. ما ادري اذا احد علمك اني انا كنت مصدقه انك مخطوف واني قلنا له انك كنت تبين تدفعين عشان يرجع. والله طلع فيك خير، احسن من القريب. صدقني انا كنت جد راح ادفعها، مو كلام. حتى هيفا تدري. خلاص قلت لك علمنا، في شيء ثاني حابه تقوليه؟ ريان ابيك تكون في الصوره، انا مالي علاقه بالكلام اللي قاله سالم السمر، ولاني مقتنعه فيه ابد. ليه سالم؟ ايش قايل سمر؟ انت اخوي ولا عدوي ولا نزغة ابليس بحياتي؟ نعم، ايش عندك داخل كذا؟ ايش تبي؟ لا مسوي بريه ابو وجهين، وش قايل لسمر عني؟ وصلت لك الكلام، نقاط العلوم اجل. ما هي بنقاط العلوم. اجل اختك شركتك في هالمصايب. انا ابغى اعرف شيء واحد، المفروض ازعل عليك ولا ازعل على نفسي؟ ايوه تزعل على نفسك، لازم تزعل على نفسك، لانك الحين انت قاعد تجني كل اللي سويته، ولا تخاف، باقي ما شفت شيء. وش بشوف؟ علمني الحين وش بشوف؟ مني ما بتشوف شيء. ونزل يدك، لا تنسى اني اخوك الكبير. اخوي الكبير ما يطعني في ظهري، ما يستغل غيابي ويشوه سمعتي. يا اخوي انت ما تفهم، انا قاعد احميك يا غبي. تحميني؟ تحميني تروح تعلم خالتي على اللي بيني وبين سمر؟ يا ابن الحلال ما قلت لحد شيء، ايش فيك انت؟ خسيس وكذاب. احترم نفسك. عيال سالم انت اهبل؟ شيل اخوك من هنا احسن له. لا والله شوف عمره شيء ما شاء. والله لوريك الخسيس. خلاص وخر. اقول ضف وجهك من هنا يلا. ضف وجهك، لا والله لا تشوف شيء عمرك ما شفته، وإذا بتعلم أمك علمها، لكن اسمعني، والله لا أقول لها كل شيء. سمعته وش قال؟ أنا ما علمته بشيء، ما قلت شيء. سمعت. صدقيني سمعته زين بعد.